Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Sine mein liye rang jo alam Karbala ka, Ya Fatima Zahra, Baba se hai milne ko chali umme abhi ha, Ya Fatima Zahra, aankhon se lahu behta hai نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی قاسب نے جو دربار میں کھلوایا ہے بی بی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کے بہت سہتی ہوں صدمے بچہ یہ میرا کوکھ میں بے چین بہت ہے کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہے بچے جاتی ہے جہاں ماں وہیں آ جاتے ہے بچے ماں کے کبھی چین نہیں پاتے ہیں بچے وقال موسى إني عذت بربي وربكم من
المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العلي العظيم. بسم الله.